يا اخوان، عدنا لكم جديد اعزائي المتابعين. في هذا الفيديو راح تقدر تاخذ اللافا هاوند مجاني، حتى لو كان عندك بتاخذ قطع منه. وكمان في كثير جوائز حلوه والله، يعني فتحنا هنا صندوق الايرينو، في كمان عندنا 10000 ذهبي تقريبا، 5000 9000، في كمان عندنا بطاقه اللافا هاوند. يعني حتى لو انت كنت ليفل 7، لا بمزح، لازم تكون ليفل 8 عشان تقدر تلعب التحدي اصلا. فالمهم لو انت مش فاتح راح تربح. المهم قبل لا نبلش يا اخوان، لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه وخلينا نبلش. طبعا فايز بحسابي هون العاشر نلعب فيه. طبعا التحدي درافت، يعني انت بتنقي تشكيلتك وراح اقول لكم هسه بالجيم كيف تفوزوا، بتختاروا الاشياء السهله بتقدر تفوز فيها. نبلش، ليتس جو. اوكي يا اخوان، اول جيم راح نفوته يا عيني باولر، اكيد الزلمه يستعدني باولر. ماجيك اشر راح ناخذ، ما راح اخذ الفيشر مان احسن بظن. ناخذ ال شو اسمه النفاخ، لا بمزح، اكيد الميجا، ولكن الميجا يا زلمه العشق تشكيلتي. بناخذ مورتر، والله وين مره بلعب مورتر، بس رح نشوف كيف الوضع. تخيل انا العب بيتي زلمه حال، ايش فيه؟ اوكي نحط مورتر، والله نشوف ايش معه هذا. يا عيني مسكت. يلا تاخذ الاذربيتان على البرج، كمان واحدة يا زلمه. ايوه مبطاها يا زلمه، كثير وسخ المورتر. خليه ما راح يضرب الضربة على البرج، صح؟ نايس. راح افتح بسرعة لافا، ما راح نطول بالفيديو، نختم التحدي بسرعة يا اخوان، تحدي سهل. اوف اكسر جولم. اوكي ماجيك ارشر هون، او لا ماينر و طارد بالضبط. نايس عادي، خلي الاكسر جولم ياخذ 2000 دمج على البرج، عادي هسه بنكسح يا اخوان. اوكي تمام، هون المسك ال شو اسمه الميجا راح تفجر شو اسمه، والمورتر هون ما راح تمسك البرج اكيد، او راح تمسك الفشر، لا راح تمسك البرج. ليش؟ لانه هسه راح تسحبه. ايوه هي بتكون مسكت على البرج، صح؟ ماسكه صح؟ يا عين عين، هي اخذنا البرج هذاك مال، يعني شو قديش راح يضل منه، 200 دمج او لا خلص طار، صح؟ ماينر وان فاير سبيريت. ايوه اول برج طار مال هذا الجيم، يمكن اعطيه البرج اصلا اللي على اليمين لانه طاير، بس رح ناخذ 3 تيجان على الاغلب. اوكي خلي الفيشر مان يوصل، ما بعمل له الدمج يعني. رح افتح مورتر مره ثانيه، حط على البرج، ما معه اشي هذا يحط لي على المورتر، شو بده يحط له رير جوست. اوكي خلي ما راح احط باولر حتى، وما راح احط هسه الطارد، راح استنى شوي. ايوه هسه شوف القياس يا عيني يا زلمه يسعدني، شفت القياس انت كيف معلم، بس انفجر وصل، يعني هاي الخبره معلم. اوكي لافا هاوند من ورا معلم. اوكي بسرعه يا زلمه، يلا والله الواحد زهقان، شو التحديات السهله هاي معلم. اوكي بالر ولا اللافا، خلي برجع اليمين اذا ما اخذه ميت عليه، شو بدي فيه انا، بس لازم ندافع شوي، يعني مش انه اهمله، راح ندافع شوي. اوه غلط باللايتنينج ما صاب الماجيك، مورتر ورا اللافا. ايوه هيك صدينا دفاع نار، هون راح ناخذ هسه 4 كسير، 6 كسير بسرعة، نايس. باولر بالنص عشان يمسك الويزرد، وكله يتنك على الباولر، جيجي يا اخويا، والله كان بغيك بالزيف. قلبت مغربي مال، مغربي وتونسي كانه خلبط الدنيا كلها مع بعض. اوكي جيجي، زلمة اخذه. 3 تيجان يا اخوون، اول جيم هيك بس، ايش فيه؟ كثير سهل التحدي. الدرافت لعبتي يا اخوان، احلى اشي بالدنيا تكون التحدي درافت. اوكي يلا الجيم اللي بعده يا اخوان، الجيم الرابع على التوالي، يعني بقينا بس جيمين كمان غيرها. اخذ الكتر سبيريت، ناخذ ما راح اخذ الاكسر جولم، راح ناخذ الدريل، راح ناخذ النافخ السهام، ما راح اخذ الزابيز، راح ناخذ نافخ السهام. ناخذ ال شو اسمه ابو بازوكا عشان نفجر راس الاكسر جولم. والله نسيت ايش اسمه يا زلمه هذا، هو ابو باروده، والله راح عن بالي اسمه يا زلمه، يخرب بيته. اوكي نفتح الجيم دارت، ما راح يلحقوا صح؟ يا اخوان الدارت والله كثير وسخ، بده سرعه بديهه مش طبيعيه، وحسب الكروت مرات انت بتكون سريع بس الكرت اللي بتنزل باخذ وقت تنزيل، فا يب. اوكي ايوه الهانتر
والله راح عن بالي اسمه يا زلمه. ليش ايش فيه؟ اوكي هون بنحط هانتر، راح يشتغل شغل خرافي هانتر. هون جاينت سنو بول، نايس حلو. يسعد الدين الهانتر يا اخوان. ضربه واحده، ضربه واحده، ايوه يسعد الدين، نايس. ما معه كثير صح؟ جوبلين درليون وبرابر على اليسار، شقيته شق. شوف مصفر كثير هو. هاي رجع صرف واحدة هون، اثنين حتى مش واحد. اي جي جي يا اخوي. شو المنوب هذا؟ برج هناك طار. شوف البرابر هاي يسعد دينهم على البرج. لك يسعد دينهم هذا على التيك توك اللي بناه. والله انه مرتب يا غلاب. لك يسعد دينهم. اوكي لا لايتنينج خليه بعدين، حط هنتر هون. راح افتح لافا. اي ثينك انه اذا فتحنا لافا بناخذ برجه. مش اي ثينك، اكيد، لانه مين بيلعب في اللافا؟ الاسطو ملك اللافا هاند، ملك السايكل السريع انا. دار جوبلين هون، شوفوا حطت الدارت يا اخوان، بس المحترفين بحطوا. شوف كيف مسك الويتش. اذا يسعد الدين، لك يسعد الدينون. شوف شوف جي جي معلم، جي جي. يعني الجيم الواحد بخلص معنا ثلاث دقائق، شوف هذا الجيم دقيقتين الا اخذ معنا. يعني لازم تكون محترف يا اخوان زي عشان الجيم يخلص معك، ولازم تتعلموا مني سر الاحتراف. بس خلص شو بدكم تعملوا يعني، تحملوها. لا بمزحك هون من هاي قاعدين. اوكي رايتنج اي ثينك جي جي. كمان حده جي جي. اوف ثلاث دارت جوبلين هون بسرعه. لا يا زلمه تاخر انك كمان. اوكي جوبلين دريل بس يوصل بخلص الجيم، لانه هو بيعمل ضرر اصلا. جي 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 جي. كل ثلاث تيجان يا اخوان، شايفين الفن كيف يا اخوان؟ اختاروا الاشياء اللي انت بتحب تلعب فيها، واختاروا الاشياء السريعه بهاي التشكيلات بالتحدي هذا. يعني اختاروا الاشياء اللي انت بتحبها. راح اخذ فاير سبيريت. ناخذ كمان نفخ سيام مره ثانيه، ناخذ البويزن وليس اللايتنينج، بحب البويزن انا. بناخذ كمان الرويال جينت. يب ما بحبش العب باتل رام والقرفض. لا يا زلمه ابعد عني. اوكي لافا، راح افتح لافا. اوف 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 وحد الله. بويزن بالنص، راح ياخذ دمج علي شوي لانه مع رويال جوست ما معي كسيه، صرفت سبعه على اللافا. بات اوكي عادي. حاطط الجارد زون هسه، نخليه يلف كانه صح. ايوه صح، هاي الحركه اسطوريه بالجاردز، لما تحطهم هيك الثلاث الرويال جوست بحول الاتجاه تبعه. اوكي هون بسرعه راسكلز، تشكيلته كثير سريعه يا اخوان، بده لوج هذا ما معي. فاي ثينك انه برج اليمين راح يطير، ولكن عادي معلم، يعني انا ضامن الجيم هذا. تشكيلته كثير خفيفه، ما معه شيء ضد اللافا غير مينيونز الثلاث. فشوف شوف المانوال تبعك، شو هذا ولك؟ ولك فضحتنا. الجيم كثير ايزي، يعني هو راح يلعب براحته هسه، راح يضغطنا كثير، ولكن اوكي راح نستنى احنا السنجل كسير او الدبل كسير يا معلم عشان نشق وشق. اي ثينك برجه هون راح يطير لانه ما عنده دي بي اس قوي بالتشكيله، كل تشكيلته زفت معلم. رايد جوست وسبير، قال شو تقرا غضبك. جي جي بدي اعمل له هذا هجم هسه يا اخوان، امسحه اللعبه، اخليه يمسح، خليه يلعن الساعة اللي نزل فيها اللعبة. لا لا اوكي لا ما بدي احط، خليه كمان مين ينزل ثلاث يجين على البرج يعمل اندمج. بدي اهمل حتى البرج كله هسه، بدي اهجم هجمة صح. اوكي راسكلز هناك مسكوا البرج معلم، نايس. والله كفو الراسكلز، والله بيطيروه ترى اذا تطرقوا يا حرام. عاد والله بيطيروا البرج لو تطرقهم. جي جي هون خلص معلم، راح نقوله جي جي بسرعة. رويال جينت من هون. شوف الرويال جوست الوسخ كيف لف. انفيرنو دراجون، راح افتح جارد، قصدي لافا ورا الجارد. او لا قدامهم راح نحط معلم بسرعة، وبويزن جي جي. ما معه شيء يدافع يا اخوان، تشكيلته كثير سايكل يعني، وما فيها اشياء الدي بي اس القوي انه يدافع فيه. فجي جي ثلاث تيجان بس، ولا جيم لحد الان فتنا لعبناه مش ثلاث تيجان يا عمي. الاسطوره ولك الاسطوره جلد هون ملك. يلا الجيم الاخير، والله 9000 ذهبي نار التعدي، هي جواز من جد اسطوريه. اوكي بناخذ هون الميجا اكيد،
ناخذ جاينت جوبلين او جوبلين جاينت، ما راح اخذ لافا. ويزارد اكيد بما انه اعطيناه اللافا فبناخذ ويزارد وجاينت سنوبول. ليش؟ لانه معه لافا، فانت بتاخذ الاشياء المضاده اللي اعطيتها للخصم. هاي الحركه كثير وسخه وبتفيد. اوكي درل على البرج. اوكي نايس. الجيم هذا يا اخوان راح يكون سهل علي لانه انا كاونتر معي جاينت سنوبول وويزارد وميجا، فهيز ديد. اوف اوكي ايزي. ويزارد من هون، جاينت سنوبول بترجح من ورا وبتحط ايس جولم عشان ايش؟ غير ال الباب دراجون يمسك الايس. لعب اسطوري مع الدفاع مش طبيعي، بس الاساطير زي بيعملوا الدفاع هذا. اوكي ميني بيكا، فبنحط نايت تحت ايزي. راح ياخذ ضربتين اي ثينك. يب اوكي راح افتح جوبلين جاينت من ورا. هذا الجيم بسرعه راح انهيه، بحاول انه نجيب لكم ثلاث تيجان، نكون كل الفيديو عباره عن ثلاث تيجان. ايش السهوله هاي؟ هذا من هو المعلم؟ او مش عارف انه الخصوم اللي بيطلعوا لي مناوب او مش عارف ايش بيصير معهم الخصوم. يعني جيم كثير سهل. اوه بدي احط براءه براء من ورا. لا علي يا عين، فلس كثير فلس. حركة البرابرة هاي بتجنن المعلمة، أو الإلاية برابرة نفس الإشي بتهلك يمين يسار بتنجن. شوف جي جي. أوكي جنت سنوبول بسرعة البوم تاور، ينبطئوا شوي. بطئوا بطئوا. ذربحته ذربحته يسعد دينا. أوكي يلا هاي الجوبلن هيك حطت له إياها الدريل هاي زفت بعرف. راح يمسكها البرج الثاني. عادي يا أحسابك. الجيم فايزين وفايزين بجميع الأحوال، بس أوكي نتبل على شوي. هذا ثلاث تيجان هسه بنفتح راسه يا اخوان. جوبلين جايت من ورا، يعني ما معه شيء دي بي اس قوي غير الميني بيكا شوي بس. بنحط هون ميجا راح يضرب ون شوت ثينك وحده يسعد دينك. نايس. هسه بنحط ويزارد من هون عشان يمسك البيبي بسرعه. بنجهز سنو بول في حال انه حط البوم تاور. هلا يا اخوان عندنا شتا في الاردن معلم، مش طبيعي الوضع. ايوه اخذ البرج، اخذه 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 كمان حدا. ايوه بسرعه نايت برابيرا من هون. نقول له جي جي علوبي اخوي الله يسعدك. تحدي ايزي يا اخوان، جوائزه حلوه. لافا هاوند مجاني، يعني كل اشي حلو بالتحديات. اوكي جي جي. هيك بنكون كملنا ست فوزات دون خساره وكله ثلاث تيجان، يعني والله اشي اسطوري. بالفيديو بس ثلاث تيجان، اول جيمين كانه جبتهم تاجين تاجين مش عارف. اوكي مبروك علينا اللافا. اوكي يا اخوان ايزي والله. وزي ما شفت يا اخوان والله تحدي ايزي، بتختم وانت نايم يا كبير، يعني ولا خساره معلم، كله ثلاث تيجان. زقت فوزات، شوف والله كله ثلاث تيجان بوحده، يعني بس جيمين هون والله خسرت حالي بالقل بالتحدي عشان افوت اصور، اعطيته الجيم يا معلم. بس يعني تحدي كثير سهل وجوائزه عن جد حلوه، 9000 ذهبي و100 كرت وعندك زي الجاينت تشيست ولافا هاوند، اشي بجنن يا كبير. اوكي نشوفكم ان شاء الله في فيديو الجاي يا اخوان، نلقاكم ان شاء الله في فيديو القادم. سلام.